تابع نقاشنا في قضيه مشروع قانون الضرائب والوضع امامنا على قدام الكاتدرائيه. لسه في ناس داخل الكاتدرائيه ولسه في ناس خارج الكاتدرائيه زي ما احنا شايفين كده. الوزير مشي، وزير الداخليه دكتور مرسي اعتقد كان في تصريحات له على التلفزيون المصري قال ان اي اعتداء على الكاتدرائيه هو اعتداء علي انا شخصيا، واتفق مع قداسه البابا ان هم هيتابعوا سويا التحقيقات في هذا الامر. استاذه منى كان عندك اعتراض على ماده التاكس بلاننج او التخطيط الضريبي. في هي اساسها نقطه معينه، انه احد اهداف السياسه الضريبيه دايما العداله الضريبيه، انه مفروض اننا نبني ثقه بين الممولين اللي بيسددوا ضرائب وبين المصلحه. فمثلا زمان كان تقديرات جزافيه والحاجات دي كلها اتشالت، وابتدى اللي وسع القاعده الضريبيه بعد القانون بتاع 2005 ده انه بقى فيه ثقه، يعني ما بقاش دافع الضرائب متهم الى ان يثبت براءته، بقى فيه بنى في رصيد من الثقه. القانون ده فاتح فتوحه في حكايه التخطيط الضريبي، غير انه اولا زي ما قال الدكتور في الاول انه القانون 101 و102 اللي طلعوا في 6 ديسمبر دول وتوقفوا تاني يوم على طول، القوانين دي عملت كان لها تاثير سيء جدا على الثقه في قوانين الضرائب، بقى في خوف، بقى في ارتباك، القوانين دي جايه تعمل ايه؟ تشجع الاستثمار ولا توقف الاستثمار؟ تعمل عدل اجتماعي ولا ما تعملش؟ بقى في ارتباك. يعني اللي حاصل دلوقتي تصحيح المسار بعد 3 اشهر دي خطوه ايجابيه، لكن لازم يحصل شغل على استعاده ثقه، انه الثقه تاكلت نتيجه للقوانين اللي طلعت واتوقفت ودلوقتي بتتعدل من اول وجديد. يعني دي مشكله مهمه. نيجي الماده، دي بقى احد اسباب استمرار تاكل الثقه. ازاي اجي اقول لدافع الضرائب اذا انت انا اديت لك خيارات قانونيه انك انت تعمل نوع من التخطيط عشان تقلل العبء الضريبي على شغلك تبقى غلطان ومخالف للقانون وتتعاقب ازاي؟ وتتعاقب ازاي انه بالرغم لو بصيتي في الصياغه يعني بيدي لمصلحه الضرائب اختصاص انها هي تعيد، يعني تعمل كذا حاجه من ضمنها تعيد حساب الربح، تعيد تبص للصفقات او الاتفاقات اللي هي قررت انها فيها تخطيط عشان يعني الكلام ده مش ممكن يمشي قانون ولا دستور. طب ازاي الدوله تضمن انه ما يحصلش استخدام قوانين الضرائب للتهرب الضريبي؟ لا، التهرب الضريبي عندنا له تعريف محدد لان دي جريمه خلف القانون لا، وموجوده في كل حالات التهرب الضريبي. فاذا ما ينفعش ان انا يعني اعرف جريمه بشكل مطاط كده اقول ده تخطيط يبقى جريمه، وادي لمصلحه الضرائب تقرر هي بقى انه العقد ده تخطيط وده كذا يبقى ده يتلغي وانا ارجع احسب من تاني وندخل ونرجع اعاده تقييم. احنا عندنا اعاده تقييم، واعاده حساب ضريبه والغاء عقود وصفقات، الكلام ده ما ينفعش. دكتور طب التجربه ايه؟ طب ما تيجي تقولي لي هل انا مع ان الناس تعمل شغل مثلا صوري؟ لا، القوانين التجارب العالميه فرقت بين حاجتين، فرقت بين لو انا مثلا ليا شركه خارجيه وشركه داخليه وبشتغل على اني اخسر الشركه اللي في مصر، ابعت لها اعمل ما يسمى ترانسفير برايسنج واخسرها فتقعد ايه ما تدفعش ضرائب. دي القانون هنا تصدى لدي في ماده 30 وقال لا، يا في حاجه اسمها السعر المحايد وفي حاجه من حق، اذا حلينا المشكله دي يبقى مش محتاجين نيجي هنا في الماده دي، لازم نبقى شايفين القانون على بعضه. بس دي حاله واحده. ما يعني انا بقى ما انا هكمل حضرتك اهو. هكمل الحاله الثانيه يا لميس هي حاله الاتفاقات الصوريه، ان انا اعمل اتفاق ما يسمى فيكتيشس يعني مش حقيقي عشان ابرر بيه ان انا مثلا عندي مصاريف غير حقيقيه او ان انا بعمل يعني يبقى نوع من
شكل آخر من التهرب، بس لأن لا يستند إلى عمليات حقيقية، وإنما يستند إلى السورية. السورية دي مفهوم قانوني منضبط، لكن الكلام اللي مكتوب هنا مفهوم قانوني غير جاي. هستأذنكم بس دقائق قليلة. أنا معي على هاتف سيد سفير عمر عامر، متحدث باسم رئاسة الجمهورية. سيد سفير مساء الخير. اهلا بحضرتك يا فندم. لو تقول لي فحوى الحوار اللي كان ما بين الدكتور مرسي والبابا توادروس، ماذا قال الدكتور مرسي ووصلنا لايه في هذه القضية؟ انا شاكر لحضرتك، ودي اول مرة يعني اقوم بمداخلة في برنامج سيادتك، فاهلا بيكي. السيد الرئيس بالفعل اتصل مساء اليوم بقداسة البابا توادروس الثاني، بابا الاسكندرية، وكان الحديث كله طبعا بيتجه حوالين التطورات اللي شهدتها او اللي شاهدها محيط الكاتدرائيه النهارده، والاحداث العنف اللي حدثت. والسيد الرئيس اكد لقداسه البابا انه اي اعتداء على الكنيسه هو اعتداء شخصي عليه، وانه كافه الاجراءات الامنيه وجه باتخاذها وبمتابعه الامر لحمايه المواطنين وحمايه مبنى الكاتدرائيه. نعم. هل كان في اجتماع اعتقد منذ قليل بين الدكتور مرسي ومستشاريه؟ هل خرجنا من الاجتماع بشيء، قرارات معينه سيد سفير؟ حضرتك موضوع الاجتماع انا شايف ان هو واخد اكثر مما يعني يستحق من الاهتمام. هو السيد الرئيس بيجتمع مع الساده المستشارين مش بس النهارده، هو بيجتمع معاهم على مدار الاسبوع، وممكن يكون في اليوم مره، وممكن يكون بشكل كل يوم ويوم. يعني الموضوع مش لا يقف عند الاجتماع، يعني ولكن يقف عند مدى الاهتمام الذي توليه مؤسسه الرئاسه لوقف تدهور التطورات واحداث العنف اللي حدثت النهارده. طب ما هو انا سؤال اتفضل، ما كنا متخيلين ان هذا الاجتماع ربما كان بسبب هذه الاحداث ولا لا؟ لا، هو يعني طبعا الاحداث كانت هي المسيطره في كل العمل في مؤسسه الرئاسه النهارده وفي الاجتماعات اللي عقدها السيد الرئيس. لكن بقول لحضرتك يعني مش عايز بس نقف عند هذا الاجتماع، لانه برضه كان في مداخله اخرى، طب مين اللي حضر الاجتماع؟ طب يعني ما هو الاجتماع اكيد علشان الاحداث اللي بتمر بيها البلد، وبالذات وبالتحديد الاحداث اللي شهدتها الكنيسه. ايه التحرك يعني حضرتك بتتكلم على اهتمام الرئاسه بهذا العنف طبعا والوضع المؤسف اللي حادث، بخلاف الاتصال بالبابا توادروس، كيف يتم يعني ترجمه هذا الاهتمام؟ هل اتصل السيد الرئيس مثلا بالسيد رئيس الوزراء؟ هل اتصل بالسيد وزير الداخليه؟ شفنا السيد وزير الداخليه موجود. هل يعني قول لي يعني هذا الاهتمام فيما يعني كيف تم ترجمته؟ والله هو طبعا الاهتمام الرئيسي كان بانه الداخليه لا تدخر وسعا ولا جهدا ولا اي نشاط فيه الا وهي تنزل وتامن المنطقه، ده كان الاهتمام الذي احتل الاولويه الاولى. الاجراء الثاني انه هو السيد الرئيس كان بيؤكد على اهميه عدم ترك الامور لاي فرد يقوم بافتعال ازمات جديده او بتهديد استقرار البلاد او تهديد الوحده الوطنيه. والحاجه الثالثه والاجراء الثالث اللي شدد عليه السيد الرئيس ان يكون في تحقيق ثوري يبدا مباشره فيما حدث وما وقع من احداث في العباسيه، وان يتم الاعلان عن نتائج هذا التحقيق ومحاسبه المتورطين عنه، ويطبق القانون بكل حزم، لانه مثل هذه الاحداث لحساسيتها البالغه في مصر لابد ان يتم التصدي لها بكل حزم. أنا بشكرك سيد سفير عمر عامر، متحدث باسم رئاسة الجمهورية. هنخرج فاصل، وبعد الفاصل أسمع ندي حضرتك الفرصة كاملة أنك ترد بعد الزر عن الوقت. فاصل ونرجع.